مشاهدينا الكرام، مساء الخير من مدينة المحمدية. أجواء باردة في هذه الأثناء قبل العاشرة ليلا كما كتشاهدوا معنا بالصورة، يعني الناس قلال اللي مازال خارجين في هذا الوقت. هذا أكيد في هذه المرحلة ديال الشتاء أكيد الأغلبية ديال الناس كيدخلوا المنازل ديالهم يعني في أوقات يعني باكرة، وكذلك يعني الله يحسن العوان بالنسبة للعساسة اللي كيخدموا بالليل. يعني في هذه البرودة ديال الطقس أكيد برد قارس، وما نسوش بالذكر حتى الصيادة اللي كيمشيوا وصيدوا في البحر في هذا الجو هذا البارد. صراحة الله يحسن العوان. بمجمل الكلام يعني الناس قاعد اللي كيخدموا بالليل في هذا البرد القارس الله يعاونهم والله يصبرهم أكيد. وأكيد غدا غتكون أمطار الخير، نتمناها تكون في جميع المدن ديال المملكة. نتمناو أكيد بعض المدن ما صبات فيهم الشتا، الناس كيطلبوا الرحمة، وأكيد ربي راه أكيد غيغيث جميع المغاربة بالأمطار ديال الخير اللي كينتظروها جل المغاربة وتوحشناها بزاف يعني مدة طويلة، والناس كيتسناو في الأمطار. ومن بعد صلاة الاستسقاء يعني استجب لنا رب العباد ونعمنا بالأمطار الكثيرة، وشفنا مدينة فاس طنجة يعني مجموعة ديال المدن كانت فيها أمطار كثيرة، الحمد لله وشكرا لله. وكذلك ما نسوش بالذكر أننا نتكلموا على منتخبنا العزيز والغالي، فوز مستحق، فوز تاريخي فرح جميع المغاربة، يعني جميع الدول العربية كيتباهاو بالمنتخب الوطني، والكل بصوت واحد الله الوطن الملك. وأكيد ما زال العطيعطي ما زال تابعنا مقابلة ديال النصف النهائي اللي ما غتكون سهلة أمام المنتخب الفرنسي، وأكيد غنتمنوا كل خير الوليد الركراكي والمجموعة ديالو. وكذلك ومثال كيف ما قلنا ليلة أمس كانت ليلة ديال السعادة والفرح، ولكن اليوم صباح اليوم استيقظنا على واحد الفاجعة اللي هزات القلوب ديالنا، انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة من الخميسات مباشرة لمدينة الجديدة، انقلبات طريق السيار الرابطة بين المحمدية والدار البيضاء. الحمد لله ما كاينش وفيات، ولكن كاين إصابات بالغة يعني في صفوف الشباب والأطفال، وكذلك الشيوخ يعني إصابات وجروح خطيرة الله يشافيهم، ونتمنوا لهم شفاء عاجلا والله يدوز هذه المحنة على خير. أكيد الصدمة ديال الانقلاب ديك الحافله بداك الشكل المروع اكيد مجموعه ديال الناس كلشي كان مخلوع، كلشي يعني شفناهم ملي مشينا للمستشفى وتفقدنا الحالات، يعني كتحس بواحد الالم كبير، يعني الناس مازال مخلوعين ما عرفوش شنو وقع بالضبط في ديك اللحظه. وكيف ما قال لنا تصريح ديال سائق الحافله قال بلي هو كان غادي في الطريق سياره جات قدامه يعني بغى يهرب عليها قلب الكار، قدر الله ما شاء فعل. وانتوما مازال معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر كتشوفوا معنا الاجواء ديال مدينه المحمديه، يعني واخا كاين طقس بارد الناس مازال خارجين، الناس مازال كيتمشاو، واكيد كيف ما قلت في هذه الاجواء البارده الانسان يلبس مزيان، حيت الاغلبيه ديال الناس دابا كتلقى لي فارماسي عامرين بالناس، كلشي كياخذ الدواء ديال البرد، الانسان يحاول يلبس مزيان بالخصوص اصحاب الدراجات الناريه يحاولوا يلبسوا مزيان، ودائما الحيطه والحذر. ما بغيناش نشوفوا الحواديت ديال السير، بغينا نشوفوا دائما المواطنين كما قلت بسلم وسلام. وشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام شوارع فارغه في هذه الاثناء بمدينه المحمديه، يعني اغلبيه ديال الناس هذه نهايه الاسبوع، اغلبيه الناس ديال الناس كيبغوا يدخلوا المنازل ديالهم يعني بكري، حيت اكيد الساعات الاولى ديال الصباح كيكون صباح مظلم وكيكون الطقس بارد، اكيد الناس ما كيقدروش يفيقوا الصباح، حيت كاين الناس اللي كيبداو كيخرجوا من المنازل ديالهم تقريبا مع الخمسه ديال الصباح، مع الربعه، مع الثلاثه، يعني الله يحسن العوان. وكيف ما قلت في هذه البروده ديال الطقس يعني صعيب صعيب الانسان انه يخدم، بالخصوص كندوي على يعني الفلاح، يعني الناس اللي كيخدموا في الاراضي ديال الفلاح يعني صعيب صعيب واحد صعوبة كبيرة، يعني باز الايدين ديالهم كيخشون يعني وكيخدموا في دوك الاراضي، يعني الله يصبرهم اكيد حلالا طيبا. وكذلك الاساسة اللي كيخدموا بالليل كيف ما قلت من قبل، يعني راه
يعني في هذه البروده ديال الطقس صعيب يخدم الانسان. كنشوفوا بزاف الناس كيشعلوا انهم العافيه حداهم باش يقدروا يدفاو. وكذلك الصياده يعني البحاره كيخرجوا في هذه الاجواء البارده، بحر ماشي ساهل، بحر صعيب. لكن الانسان كيقلب على طرف ديال الخبز حلالا طيبا بتوفيق لجميع الناس. وشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الاجواء من مدينه المحمديه، اجواء جميله وهادئه. يعني ناس قلال اللي مازال خارجين في هذا التوقيت هذا. اكيد في المرحله ديال الصيف كنشوفوا اكتظاظ كبير بمدينه المحمديه. مدينه المحمديه معروفه بالشواطئ اللي فيها، يعني شواطئ بزاف في مدينه المحمديه، وكيكون انشلاء كبير من طرف السكان ديال مدينه المحمديه وكذلك الزوار اللي كيجيو لمدينه المحمديه في المرحله ديال الصيف. يعني كتلقى كل شيء عامر، المقاهي، المطاعم، يعني الاماكن ديال الكراء ديال المنازل، كل شيء. والناس ديال الدار البيضاء كازابلانكا كامله كتهبط انهم يجيو يتبحروا في مدينه المحمديه. يعني اجواء كتكون جميله في مرحله ديال الصيف مدينه المحمديه. وفي الاعياد كيكون العكس، في العيد الاضحى دائما كتلقى المحمديه خوات، حيت الاغلبيه الناس اللي كيخدموا في المحمديه ماشي ولاد المدينه، يعني كل شيء غرباء. يعني كنشوفهم غير في المرحله كيف ما قلنا ديال العمل وفي الصيف كذلك. اما في المرحله ديال الاعياد كتشوف المحمديه فارغه. والان احنا مازال معكم مشاهدينا الكرام في البث المباشر من مدينه المحمديه، كننقل لكم الاجواء ما قبل العاشره ليلا. اكيد هدوء من بعد الاحتفالات الكبيره اللي كانت ليله امس، كانوا جماهير كبيره خارجه شتى ربوع المملكه، كل كان سعيد، كل كان فرحان بالاجواء. اليوم هدوء، وكيف ما قلت الصباح كنا فقنا على واحد الفاجعه ديال انقلاب حافله لنقل المسافرين، والحمد لله ما كاينش وفيات، فقط جروح خطيره والحمد لله. ودائما الانسان ياخذ الحيطه والحذر بالنسبه للسائقين، سواء ديال الحافلات او الشاحنات او الدراجات الناريه او السيارات كذلك. دائما مسافه الامان والحيطه والحذر باش اكيد جميع الناس انهم يوصلوا للمنازل ديالهم بسلم وسلام، حيت اكيد كيف ما قلنا راه ملي كدوي على حافله لنقل المسافرين اكيد راه كدوي على نسبه كبيره من الارواح. يعني السائق يحاول بقدر الامكان انه ياخذ الحيطه والحذر ديالو. وحنا مازال مع المتابعين ديالنا عبر قناه الشام قناه شوف تي في باش عطونا الاجواء في المدن ديالكم، واش غتكون صابه عندكم الشتاء اليوم او غدا. نبغيو نعرفوا من التعاليق ديالكم الاجواء ديال المدن المغربيه. المحمديه في هذا المساء هذه ما كاينش الشتاء، ولكن في الصباح كان الامطار ديال الخير في الصباح، وفي الظهيره اكيد كان الامطار ديال الخير. في المساء ديال اليوم مازال ما كيناش، واكيد كاين ترقب باللي غدا يكون امطار الخير بمدينه المحمديه يوم غد وبعد غد اكيد. ونتمنوا تكون اكيد في جميع ربوع المملكه، حيت بزاف الناس توحشوا هذه الاجواء ديال الامطار. ولكن كيف ما قلت الانسان يحاول يلبس مزيان في هذه الاجواء، يعني اغلبيه ديال الناس ضربوا من البرد في هذه الاجواء هذه، وبالخصوص الوليدات الصغار، يعني ما تكونش عندهم قدره التحمل كيف في الشكل ديال الناس الكبار. يعني يقدر الانسان يتحمل واخا يضربوا البرد، كيخرج يخدم، الناس كيمشيو يقراو، يعني بزاف الامور. الانسان يحاول بقدر الامكان يلبس مزيان، وكيف ما قلنا السائقين انهم ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم في هذه الاجواء الممطره. ولكم صوره مشاهدينا عبر قناه الشاب قناه شوف تي في، اجواء جد رائعه بمدينه المحمديه. اكيد نتمنوا ان الامطار تكون في جميع ربوع المملكه اكيد باش يكون الخير والخيرات ديال الاراضي الفلاحيه. نتمنوا ان هذا الموسم هذا يكون من احسن المواسم ديال الخيرات ديال البلاد ديالنا. اكيد المغاربه توحشوا الامطار، توحشوا يشوفوا الخضوريه ديال الاراضي ديالنا. والحمد لله بدات كتبان الخضوره بالامطار اللي نعمنا بها الله مؤخرا، وكذلك كنتمنوا تكون بالنفع لينا كاملين.
وحنا مازال في البدايه ديال الشتاء، اكيد مازال وقت طويل. الزراعه يعني الناس الفلاحه غيخدموا مزيان في الاجواء هذه، وليد العامله حتى هي غتحرك شويه في الفلاحه، الحمد لله والشكر لله. غير هي في الجني غيكون شويه صعيب بالنسبه للبطاطا، يعني صعيب في هذا الوقت هذه كتكون شويه غاليه في الثمن، حيت صعيب الجني ديالها حيت الارض كتكون مغيسه. ولكم الصوره مشاهدينا، اكيد امطار الخير، جميع المغاربه فرحانين بها. وكيف ما قلت اليوم كانت صابه الشتاء في المدينه المحمديه، اما في هذا المساء مازال ما صباتش، ونتمنوا اكيد ان الامطار تكون على قد النفع، لا در ولا ضرار. شفنا مدينه فاس، مدينه طنجه، امطار غزيره، وكذلك مدينه المحمديه كانوا امطار غزيره في الايام اللي فاتوا. واكيد الطقس بارد، يعني الانسان يلبس مزيان، وكيف ما قلت الله يحسن العوان، يعني حراس ليليين وكذلك الناس اللي خدامين في الشركات بالليل او البحاره، كذلك كي قساوه ديال البرد صراحه. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الاجواء، يعني شوارع شبه فارغه في هذه الاثناء هذه، الاغلبيه ديال الناس دخلوا المنازل ديالهم. غدا بدايه اسبوع جديد، الناس غيلتحقوا الاماكن ديال العمل ديالهم، واكيد يوم الاربعاء موعد جديد لكتابة التاريخ. ونتمنى أن نكون في النهائي، نهائي الحلم، أول فريق عربي وإفريقي يقدر يحقق هذا الحلم. وأكيد عندنا الثقة الكبيرة في وليد الركراكي والوليدات ديالو باش أنهم يكونوا في النهائي ويفرحونا، علاش لا. ثقة كبيرة من طرف العرب، من طرف الأفارقة، مساندة لا مشروطة، كاملين مع المنتخب الوطني، وكاملين ان شاء الله غنكونوا في النهائي، وعلاش لا نفوزوا باللقب ونهديو لسيدنا مالك البلاد الرياضي الاول، وكذلك نهديو لجميع العرب اللي ساندونا، وكذلك الافارقه ما نساوهمش. وشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، حنا مازال معكم في هذا البث المباشر من مدينه المحمديه، كنعطيكم الاجواء ديال المدينه، ديال مدينه المحمديه، وكذلك كنشاهدوا معكم لي كومونتير باش نعرفوا الاجواء ديال المدن ديالكم. والجهه الشرقيه كيف ما قالينا ميدو، اجواء بارده، اكيد نتمنوا يكونوا امطار الخير في الجهه الشرقيه، ويكونوا الامطار في جميع المدن المغربيه، بغينا كاملين الامطار تكون وجميع نفرحوا بها، ولكن كيف ما قلنا على قد النفع. ونتمنوا البنيه التحتيه انها تكون قد هاد الامطار ديال الخير، ما بغيناش نشوفوا كيف ما شفنا بعض القنطرات باللي عمرو بالماء، يعني الناس ما بقاوش لاقين منين يدوزوا، طوموبيلات وحلوا في الطريق، الحفاري داروا اشكال كبير للمارين، يعني الناس كيكونوا دايزين على رجليهم، كتجي طوموبيل كتضرب في ديك الحفره، الماء كامل كيتلاح على الناس اللي غادين على رجليهم حشومه. نتمنوا من السائقين انهم يشوفوا، ملي يشوفوا الضايات ديال الماء انهم ينقصوا شويه من السرعه، راه اكيد دوك الناس اللي غاديين على الارجل ديالهم راه منهم العائلات ديالنا، منهم الاخوه ديالنا، انساني الحيطه والحذر كذلك. وكما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام اجواء هادئه بمدينه المحمديه، وكيف ما قلت في المرحله ديال الصيف كتشوف شكل آخر بمدينة المحمدية. الآن أجواء هادئة، نتمنوا ليلة سعيدة لجميع المشاهدين ديالنا عبر قناة الشعب، قناة شوف تيفي، وإلى هنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الشعب غنودعكم، ولنا لقاء يوم غد، والسلام عليكم.